أسعد الله مساءكم جميعا. من المحزن حقيقة أن بعض المرضى وبعض المحتاجين يلجأ إلى مخلوق دون الخالق، والله تعالى ينزل علينا البلاء، الله تعالى حن إلى صوتك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليش الإنسان يلجأ إلى مخلوق دون الخالق؟ دائما تذكرها، الدعاء قبل الدواء. واللجوء إلى المخلوق أمر حقيقة لا يرضي الله تعالى. طبعا بعض الناس يحس بمرض يروح عند شيخ يقرأ عليه. ليش تروح الشيخ تقرأ عليه؟ تسمع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقال هم الذين لا يسترقون يطلب الرقية. جميل. طيب بعض الناس عنده يقول المطوع هذا عنده حسنات وعنده كذا، حتى أنت عندك حسنات، وحسنات المطوع هذا له هو ما راح يفيدك فيها. المحزن فوق هذا كله أن بعض الناس يلجأ إلى أي واحد شافه بس ملتحي حاط لحية لجأ إليه، تعال اقرأ علي، تعرف عقيدة، تعرف دينه. والشيء الآخر، شنو بيقول لك هذا الإنسان؟ بيقرأ عليك قرآن، أنت ما عندك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الفاتحة: وما يدريكم أنها رقية. أعظم رقية فاتحة الكتاب. أحترم لك، أنت حافظ الفاتحة خلاص، ما نداعي حق واحد تعال اقرأ علي. والله أنا عندي سيئات، كلنا عندنا سيئات وعندنا أخطاء، لكن محسن أن تجد بعض الناس يحسن الظن بنفسه ويقرأ على الناس ويستغلهم وضحك على الذقون، وأنتم السبب اللي ينقص عليكم يا ناس. لا حد يكذب عليك. يقول فاروق عمر: لست بالخب ولا خب يخدعني. انا زرت الان شاب لطيف عسى ربي يحفظه يبارك فيه، اسمه كريم، بدر السيد المطيري، اخونا بدر المطيري، وهو الان يعالج بامريكا. راح عند واحد للاسف انه عليه ديكوريشن لحيه وكذا، والدخول على الرجل هذا بفلوس، تدخل عليه تدفع ما يقارب، لا اسمع منه احسن. بدر كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. اسال تعالى من عليك وعلى كل مرضى بالشفاء العاجل. الله يسلمك. بدر مع احترام لك بس لا تسمي اناس. الرجل دخلت عليه في الكويت للأسف قبل يجي أمريكا، دخلت عليه، الدخول عليه بكم؟ 20 دينار. دخول مجرد دخولي بسعي. بس تدخل عليه بـ20 دينار. 20. جميل. وفي طبعا إيش قال لك لما أعطاك ورقة وقال لك شو تسجل وش تسوي؟ سجل شو اللي يعني تحلمت فيه من الأحلام. هي عيادة طبية جلدية وكذا، ولا دخلت أنت عند واحد مطوع؟ طوع على مكتب. يعني مو عيادة جلدية ولا أسنان. مو أسنان. طيب مو مشكلة، قص عليك، كمل أخوي. بعدين قال لي لازم تكتب لي شو اللي تحلمت فيه وشغلات هذه. إيش دخل حلم؟ يعني اللي صار معك بحياتك. لا ايش دخل كل شيء بحياتي حتى الحلم بعد. طيب تفسير رؤية بالله عليك، قول حق الناس كم قال لك حساب الرؤية بـ2 دينار. من غير 20 دينار؟ من غير 20. في ماي مقري عليه بحساب، في اشياء بحساب هوات عنده. طيب دينارين هذا مو مع العرض مع الـ20 دينار الباكج؟ لا اوكي. الدينار عفوا دينارين يعني 25 ريال 25 درهم تقريبا. تفسير حلم تحول لحواله، ايش قال لك؟ تكلم اول. يقول حول لي في حساب البنك الفلاني عشان افسر. تروح بيك عشان دينارين؟ والله رخيص هذا الرؤيه بـ2 دينار. اوكي احنا نعرف تفسير احلام بالمسجات صارت يمكن تقريبا بنص دينار 5 دراهم ما ادري كم. تفسر رؤيه، هو يفسر لك رؤيه بـ2 دينار. لاحظ معي، يفسر له الرؤيه هذا الانسان يقول لك افسر لك الرؤيه بـ2 دينار. والله يا اخي سبحان الله عجيب. شلون تحول يعني بالله عليك؟ والله قول لي عن طريق البنك حول لي حساب. طيب الحواله باسم رؤيه؟ لا بس ما سلام. طيب يعني اقصد يعني تحول له يعني مقابل ايش؟ مقابل رؤيه. قال الرؤيه الوحده عليها حساب، وما افسر لك اي شيء الا بحسابه ولا سد الخط بيني وبينك. شفت انت هذا الانسان؟ شفته وديته. جميل. ويقول لك حول فلوس. كيف الناس؟ طبعا اسف معلش انا مصدقك ان شاء الله. تقسم على هذا؟ اقسم على هذا. بس لاحظ الناس كيف تضحك، يضحكون على الناس المرضى. طبعا اخونا بدر أسأل الله تعالى من عليه بالشفاء، فيه مرض يمكن كم بالمية؟ 5 اللي في الكويت مدري. المرض اللي هو يعاني منه عسى ربي يعافيه، في مرض المسلمين 5 في الكويت عندنا تقريبا. الكويت؟ في الكويت تقريبا. تقريبا 5. واستغلال لهذا الشاب ولكثير من النساء بالذات، لا تروحون عند أي واحد بس حط. ونجد أن بعض الناس للأسف فقط أي واحد يرى عليه سمات التدين يتعلق فيه، تعال اقرأ علي. وإذا حتى همهم كلمات يقول كان ارتاح نفسيا، أنت لا تصير مريض نفسي. ايش قرا عليك؟ فاتحه انت اقرا على نفسك، هذا الاصل. في سؤال اخير. سؤال شيخ، الناس اللي تروح المستشفيات المطاوعه يعني اللي يقرون على المرضى. جميل. يجون عندهم يعني يبون منهم حساب، لا يقرون منهم. يعني يفرون عليك من المستشفيات وياخذون على كل واحد. واللي حاطين ارقامهم، هذا كل الناس شايفين المستشفيات. للاسف يا اخوان، يعني عفوا انا شفت في عندنا بالكويت للاسف، وانا حقيقه نداء للاخوه في رجال الداخليه. الان اصبحت حتى شوارعنا بالكويت يعلقون لوحات. شوفوا الكويت عندنا، ها رقية شرعية، توصيل منازل رقية شرعية. للأسف هؤلاء يفسرون المستشفيات، يفرون على المستشفيات ويأخذوا من المرضى على كل قراءة، على كل آية يقرأها يأخذ أموال.
ترى هذا يا جماعة يعني مع احترام الجميع هذا شيء واقع احنا نعيشه، فالحذر الحذر من هؤلاء الناس. أسأل الله تعالى باسم الأعظم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويلبسهم لباس الصحة والعافية أجمعين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وأسأل الله تعالى يكفينا شر هؤلاء الذين يتاجرون بالدين. أنا ما أتكلم عن مشايخاتنا ولا الناس اللي فيها دين، الرقية الشرعية تعلم الناس الرقية الشرعية. فاتح ذو الكتاب تقرأ على نفسك 5 مرات 7 مرات على حسب آية الكرسي معوذات، هذا الرقية. لازم يجيب واحد يقرأ علي؟ لا، مع احترام الجميع يجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى فهو حسبه، وبيتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. الحفظ من الله تعالى، والرزق من الله تعالى، والوقاية من الله تعالى، وحده لا شريك له. أحبكم في الله، السلام عليكم.